عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة. وعن أنس قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين. هذا حديث آخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في القرآن لسورة تشفع لقارئها ويغفر لمستمعها، وهي سورة ياسين، تشفع لقارئها ويغفر لمستمعها. وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ ياسين حين يصبح أعطي يسر يومه حتى يمسي اليسر، ومن قرأها في صدر ليلته أعطي يسر ليلته حتى يصبح. إن قرأتها صباحا فطول النهار أنت في يسر، وإن قرأتها ليلا فطول الليل أنت في يسر. إذا لا بد من أن نحفظها، لا بد من أن نقرأها صباحا أو مساء أو مرة في اليوم. وفي حديث آخر، هذا الحديث مقطوع بمعنى أن صحابيا ذكره، بلغني أنه من قرأ سورة ياسين ليلا لم يزل في فرح حتى يصبح، ومن قرأها حين يصبح لم يزل في فرح حتى يمسي. هذه بعض الأحاديث الشريفة التي وردت في حق هذه السورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام علي كرم الله وجهه يقول: إن الله تعالى أسماني في القرآن الكريم، يعني سماني محمداً وأحمداً وطه وياسين والمزمل والمدثر وعبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن ياسين اسماً له. وقد جاء في بعض التفاسير أن الله عز وجل خاطبه بهذا الاسم، وقد فسره بعض المفسرين: يا سليماً من العيوب. النبي معصوم عن كل خطأ، فهو سليم في قلبه، سليم في قوله، سليم في أفعاله. والقرآن الحكيم، طبعاً إضافة إلى قول بعض المفسرين أن هذه الحروف التي تفتتح بها بعض السور من نوع الإعجاز، أي من مثل هذه الحروف نظم القرآن. وبعضهم قال: الله أعلم بمراده. وبعضهم قال: ياسين اسم من أسماء الله عز وجل. وأغلب المفسرين على أن ياسين اسم للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد وجه هذا التوجيه: يا سليما من العيوب. يدل على ذلك: والقرآن الحكيم إنك، فالكاف الخطاب، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. والقرآن الحكيم، ربنا سبحانه وتعالى يقسم بالقرآن الكريم. هذا القرآن في هذا القسم وصف بأنه حكيم. معنى حكيم أي محكم، محكم في نظمه، محكم في معانيه، محكم في بنائه، محكم في مضمونه، محكم في شكله، محكم في فحواه. محكم لأنه من عند الحكيم. كتاب أحكمت آياته، يعني في ترابط، في نظم معجز، في معاني متسلسلة،
في دقة متناهية، في حكمة بالغة، هذا المعنى الأول. والقرآن الحكيم أنه محكم، محكم في نظمه ومحكم في معانيه، فليس في نظمه خلل وليس في معانيه خطل، ليس في نظمه ضعف أو ركاكة أو تناقض أو تنافر، وليس في معانيه خطأ أو انحراف. المعنى الثاني للحكيم أي ذو حكمة، يعني كتاب ينطق بالحكمة. وما الحكمة؟ يعني من باب التمثيل والتقريب، لو أنه إنسان في عنده آلة يعاني من بعض مشكلات، يعاني منها في بعض المشكلات، ثم قرأ بعد حين تعليمات صانع هذه الآلة فقال: ليتني قرأت هذا الكتاب، لو أنني قرأت هذا الكتاب لعرفت كيف أستعمله، لتلافيت كل متاعبي فيها. إذن الحكمة هي حقيقة لو أخذت بها لسعدت في الدنيا والآخرة. الإنسان أحياناً يكتشف الحقائق من خلال التجارب، وقد يدفع الثمن باهظاً. معظم الناس يقعون في شر أعمالهم، لكن بعد فوات الأوان، قبيل الوفاة، في خريف العمر، يقول: آه، ليتني أعرف الحقيقة في مقتبل حياتي. يعني الإنسان كائن، إما أن يستقي الحقائق من خبير فيهتدي بها ويتلافى الشقاء في الدنيا والآخرة، وإما أن يكتشفها بنفسه. اكتشاف الحقائق من خلال التجارب عملية فيها مغامرة وفيها مخاطرة. يعني مثلاً لو أن قنبلة على الأرض، سألت نفسك: هل هذه قنبلة أو لا؟ قلت: سأختبرها بنفسي. لو أنك طلبت منها لتختبرها فانفجرت، لم يبقى في الحياة وقت تستفيد من هذه الخبرة، دفعت الثمن باهظاً جداً لمعرفتها. أما لو جئت بخبير والخبير يعرفها، ما إذا كانت موقوتة أو غير موقوتة، نزع فتيلها أو لم ينزع، قنبلة حقيقية أو خلبية، فحينما تأخذ كلام الخبير تنجو. أما حينما تكتشف الحقيقة بنفسك ربما كان الثمن باهظاً جداً. فلذلك القرآن الكريم تعليمات الصانع. والقرآن الحكيم أي والقرآن المفعم بالحكم، الحكم حقائق لو أن الإنسان أخذ بها لسعد في الدنيا والآخرة، لو أن الإنسان أخذ بها. الإنسان في مقتبل حياته قد يظن المال كل شيء، وفي كهولته يظن المال شيئاً من الأشياء، لكن قبيل الموت يرى أن المال ليس بشيء وأن طاعة الله هي كل شيء. لو عرف أن طاعة الله هي كل شيء في مقتبل حياته لسعد في الدنيا والآخرة. المشكلة مشكلة وقت يا أخوان، مشكلة وقت. عند الموت لا بد من كشف الحقائق، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. المشكلة أن تعرف الحقائق في وقت مناسب، أن تعرفها في مقتبل الحياة، قبل أن تتزوج، وقبل أن تختار مهنتك، وقبل أن تختار طريقك، لأنك إذا عرفت الحقائق آثرت طاعة الله على كل شيء. يعني القرآن الحكيم المعنى الثاني الأول أنه محكم، محكم في نظمه، محكم في معانيه. المعنى الثاني القرآن الحكيم أي ذو حكم، في حكم. مثلا الله عز وجل قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هي حقيقة، إذا ظننت لثانية واحدة أنه يمكن أن تسعد وأنت معرض عن الله عز وجل فهذا وهم كبير وهذا خطأ فادح. أما إذا أيقنت في مقتبل الحياة أنه لا سعادة إلا بالاتصال بالله عز وجل،
ولا سعادة إلا بالإقبال عليه، ولا سعادة إلا بطاعته، هي حقيقة أساسية. فإما أن تكتشف هذه الحقيقة في خريف العمر بعد فوات الأوان، وإما أن تقرأ قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا معنى والقرآن الحكيم أي ذو حكم في حقائق. مثلا قد تتوهم أن الحياة بالذكاء والشطارة وكثرة الأموال واغتنام الفرص واقتناص المناسبات، ويفوتك أن التوفيق بالحياة أساسه الاستقامة. يقول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. هذه الآية إذا قرأتها في مقتبل حياتك وأيقنت بمضمونها وعلمت أن الله لن يعامل المؤمن المستقيم كالمسيء الغافل الكافر، وأن لكل إنسان معاملة خاصة تتعلق بإيمانه واستقامته. والقرآن الحكيم أي هذا القرآن ذو حكم في حقائق تتعلق بسعادتك، تتعلق بصحتك. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا في أي شيء، هذه حقيقة متعلقة بالجسم. لا يسخر بعضكم من بعض، السخرية أحيانا تسبب كل المتاعب. طبعا ليس المجال متسعا لذكر الحكم التي في القرآن، القرآن طافح بالحكم. إذا قرأت القرآن وكشفت الحكم أو القواعد أو الثوابت أو القوانين أو السنن، هذه من عند خالق الكون، فإن عرفتها في الوقت المناسب وأخذت بها سعدت في الدنيا والآخرة، وإن توهمت شيئا خلافها كشفت بعد فوات الأوان أنك في خطأ كبير ووهم كبير. هذا المعنى الثاني، والقرآن الحكيم أي ذو حكم. والمعنى الثالث، والقرآن الحكيم يعني ذو حكمة في مخاطبة الإنسان، يخاطب عقله تارة ويخاطب قلبه تارة، ويخاطب عقله وقلبه معا تارة أخرى، يذكر له أخبار الأقوام السابقة كي تستخلص العبر والحقائق، يذكر ما كان قبل الحياة وما سيكون بعد الممات، يذكر الدار الآخرة بمشاهد رائعة، مشاهد محببة عن أهل الجنة ومشاهد مخيفة عن أهل النار، يذكر الآيات الكونية، فهو محكم في نظمه وفي معانيه، ذو حكم تنفعك في حياتك وفي سعادتك، وهو ذو حكمة في التنويع في مخاطبة الإنسان وفي الترفق به، في الإيجاز تارة، في الإطناب تارة أخرى، في التفاصيل، في أخبار الأمم السابقة، في ما سيكون، هذا كله متعلق بالحكمة. فربنا عز وجل يقسم بهذا القرآن الحكيم المحكم وذو الحكم وذو الحكمة، يقسم بأنك يا محمد لمن المرسلين. وقد نستنبط من أن الدليل القوي القاطع على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله هو هذا الكتاب الذي جاءنا به، حينما يمسك سيدنا موسى العصا فتنقلب ثعبانا مبينا، أليس هذا دليلا قاطعا على أن هذا الإنسان هو رسول الله؟ لأنه جاء بشيء يعجز عنه كل البشر. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام جاء بهذا القرآن، فالقرآن الكريم والقرآن الحكيم والقرآن المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي إعجازه مستمر إلى يوم القيامة لقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذا القرآن الحكيم يدل على أنك من المرسلين، فالنبي رسول. هنا ليس المقام مقام تمييز رسول عن رسول،
المقام أن هذا الإنسان الذي تعرفون نسبه وتعرفون أمانته وتعرفون صدقه وتعرفون عفافه وتعرفون ماضيه وتعرفون نقاءه ونظافته هو رسول الله. القرآن الذي بين يديه يؤكد أنه رسول رب العالمين. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين منهم، معنى ذلك أن الرسل كثيرون، وأن الله عز وجل اقتضت رحمته ألا يدع العباد معطلين عن الأمر والنهي، ألا يدع العباد معطلين عن توجيهات الخالق جل وعلا. فربنا عز وجل خالق رحيم، هو نور السماوات والأرض، لذلك خلقها ونورها بكتبه التي أنزلها على أنبيائه المرسلين. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. إذا النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، جاء بالحق من عند الله، عرفنا بحقيقة الكون وحقيقة الدنيا وحقيقة الإنسان، وما مهمة الإنسان في الدنيا، أين كان وإلى أين المصير. لكن لا يكفي، مهمة النبي عليه الصلاة والسلام ليست فقط مهمة إبلاغية، ليست فقط مهمة علمية، ليست فقط مهمة كلامية، مهمته الكبرى أنه قدوة، يقنعك بلسانه وبأفعاله. لذلك إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وهذه حقيقة مهمة جدا. يعني ما قيمة الدعوة إلى الله إن لم تكن على أساس من التطبيق؟ إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. إذا مهمة النبي عليه الصلاة والسلام كقدوة حسنة وأسوة حسنة ومثل أعلى لا تقل عن مهمته كمبلغ وكرسول. لذلك جاء في هذه الآية هذا الجمع بينهما، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ويكفينا قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يعني هذا الذي يقوله عامة الناس، يا أخي أنا مالي نبي، من قال إنك نبي؟ إنك مؤمن، وأنت كمؤمن مأمور بالاستقامة على أمر الله عز وجل، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. من حيث الأعمال الصالحة افعل منها ما تطيق، ابذل بقدر استطاعتك، أما من حيث الاستقامة والالتزام لا بد من أن تلتزم أمر الله عز وجل حتى تستحق أن تكون مؤمنا مخاطبا كما خوطب النبي عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. يا أيها الإخوة الأكارم، القرآن الكريم يأمرنا أن نأخذ ما آتانا النبي، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن الكريم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا أنت مأمور أن تأخذ بأقواله وأن تتبعه بأفعاله. إذا لا بد من أن تعرف هذا النبي العظيم، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ لا بد من أن تعرفه من خلال أقواله ومن خلال أفعاله، كي تأخذ أقواله كأمر ونهي، وكي تأخذ أفعاله كقدوة ومثل أعلى في حياتك. وكل إنسان له في حياته مثل أعلى، والمؤمن مثله الأعلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا، الإنسان عادة في بذهنه إنسان يعظمه، فإن كان من أهل الدنيا قلده في انغماسه في الدنيا، وإذا كان هذا المثل الأعلى
النبي عليه الصلاة والسلام قلده في أفعاله وفي أقواله. النبي عليه الصلاة والسلام كيف يدخل على أهله؟ كيف كان متواضعاً؟ كيف كان حليماً؟ كيف كان عذب الروح؟ كيف يتصاب للصبيان؟ كيف إذا دخل بيته بساماً ضحاكاً؟ كيف كان يفعل مع أهله؟ مع إخوانه؟ مع أصحابه؟ كيف كانت مواعيده؟ كيف كان كلامه؟ كيف كان حياؤه؟ كيف كانت شجاعته؟ يجب أن تقرأ أقوال النبي حتى تأخذ بها كأمر ونهي وكمصدر تشريعي، ويجب أن تأخذ بأفعال النبي حتى تقتدي بها. إذاً ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله عز وجل غفر له في تلك الليلة، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن. وإن في القرآن لسورة تشفع لقارئها ويغفر لمستمعها، ألا وهي سورة ياسين. ومن قرأ ياسين حين يصبح أعطي يسر يومه حتى يمسي، ومن قرأها في صدر ليلته أعطي يسر ليلته حتى يصبح. من قرأها نهارا كفي همه، ومن قرأها ليلا غفر ذنبه. ومن قرأ سورة ياسين ليلا لم يزل في فرح حتى يصبح، ومن قرأها حين يصبح لم يزل في فرح حتى يمسي. وما من ميت يقرأ عليه سورة ياسين إلا هون الله عليه. واقرأوا ياسين على موتاكم. هذه بعض الأحاديث الشريفة التي وردت في كتب التفسير حول قيمة هذه السورة. إذاً لا بد من أن تحفظ وأن تقرأ في كل يوم صباحاً أو مساءً أو صباحاً أو مساءً. والذي يلفت النظر أن فيها من كل موضوع، فيها آيات كونية، وفيها ذكر لما بعد الموت، وفيها بيان لرسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها بشارة، وفيها إنذار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هي قلب القرآن.